تعيش مدينة تعز وضعا صحيا حرجا، وهذه المشاهد تلخص مأساة السكان. يفترش العشرات من المواطنين المصابين بالحمى الفيروسية وحمى الضنك غرف المستشفيات وباحاتها، فيما تفيد غرفة الترصد الوبائي بمكتب الصحة بارتفاع عدد حالات الاشتباه بالإصابة إلى 8000 حالة، منها 3000 تم تأكيد إصابتها، بينما وصل عدد الوفيات إلى 10 حالات منذ مطلع العام الجاري. عدد الحالات التي وصل إليها عدد الحميات منذ بداية العام وحتى اليوم تقريبا 8000 حالة، هذه الأعداد تساوي بل تقل عن العام الماضي والأعوام التي قبلها، كما أن عدد الوفيات التي وصلت إلى 10 حالات وتوقفت عن ظهور أي وفيات منذ أسبوع هي أيضا حالات أقل من الحالات التي توفيت العام الماضي. مع ضيق الوضع المعيشي تتسع دائرة المعاناة وتتقلص معها سبل المعالجات، خصوصا مع محدودية أداء الجهات المتخصصة وتقاعسها عن القيام بدورها في ظل انتشار الأمراض وغياب عملية تشخيص الوباء وكشف مسبباته والتوعية بطرق علاجه والوقاية منه. عدد الحالات يبلغ يوميا من 500 إلى 600 حالة، أغلب الحالات 80 إلى 90% منها حمى فيروسية، 10% إلى 15% تقريبا تظهر بوزيتيف في حمى الضناك بالفحص. وبالنسبة للدعم هو عبارة عن دعم من قبل مؤسسات خيرية. بالنسبة للسلطة المحلية أو مكتب الصحة هم أجروا فقط عملية الرش لمكافحة الناقل البعوض الناقل للفيروس، لكن كدعم للمراكز أو للمستشفى، هذا أكبر مستشفى داخل تعز تقريبا استقبل عدد الحالات، لم نلاقي أي دعم. انعدام الأدوية والمستلزمات الطبية وصعوبة الحصول عليها جراء الحصار المفروض بسبب الحرب ونزوح أغلب الأطباء المتخصصين، كلها عوامل فاقمت من اتساع رقعة المعاناة وانتشار الأوبئة بشكل كبير بين المواطنين وسط تباطؤ الجهات المعنية عن القيام بدورها في مواجهة الكارثة التي اجتاحت المدينة. حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.